أشرف، اليوم 4 فبراير 2021 السيد العامل صاحب الجلالة على إقليم قرسيف على وضع حجر الأساس من أجل بناء ثانوية تأهيلية بحمرية بقرسيف. هذه قيمة مضافة جديدة بالنسبة للبنية التحتية في قطاع التعليم، دائما ممولة في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالإقليم. هذه كما قلت إضافة جديدة زيادة على الإعدادية اللي غاد ستفتح هذه السنة المقبلة إن شاء الله في شتنبر القادم بحمرية. هذا يأتي من أجل عدم يعني لا ديسونتراليزاسيون ديال القطاع ديال التعليم، باش ما يبقاش الاكتضاد في وسط المدينة. محتويات هذا المشروع اللي ممول كما قلت من قطاع من هذا البرنامج ديال التنمية القروية، باغي الاف مالي ديال 8.03 مليون، واللي مدة الإنجاز ديال الأشغال اللي غتمدد على 10 أشهر. والمحتويات ديال هذا المشروع ديال هذه الثانوية كتكون من 12 حجرة عادية زائد 4 حجرات علمية زائد سكن وظيفي زائد توسكيه فيستيير وزائد لتيران دو سبور. هذه البنايه اللي غتعرف ان شاء الله الافتتاح ديالها بالنسبه للموسم ديال 2022 ان شاء الله الرحمن الرحيم، غتكون قيمه مضافه للبنيه التحتيه ديال في الاقليم ديال التعليم في الاقليم، واللي بلا شك غادي يكون عندها وقع ايجابي لا على الساكنه ولا على التلاميذ ديال هاد المنطقة ديال الحمرية وعلى قرسيف بصفة عامة. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.